ومن كان زيرني الجوع بزاف، زيرني الجوع، عيني كيبكيو بالدموع، عيني كيبكيو بالدموع. واحد التحية لكم كاملين، واحد التحية من مدينة تاغزوز. تلاقينا مع السي القلعي، غادي يعاود لنا على القصه ديال حياته من نهار اللي خلق 1942، كيفاش دوز المجاعه، كيفاش تكرفص، كيفاش عاش يتيم حتى وصل لهذا السن هذا هويا في 2022 وباقي حاضر معنا. سي القلعي، من خلقتي حتى لدابا كيفاش دوزتي الحياه ديالك؟ مشرفين اسيدي، انا شوف القصه ديالي عشتي مدلول، يما تزوجت من زازن القلعيه، تزوجت القلعيه بعسكري ومات وخلاني ثلاث سنين، ما في الأب ديالي وخلاني من 3 سنين، وإما والدة جابتني البلازة وكبرتني، دركتي 8 سنين وتزوجت وخلتني مع الأم ديالها. يعني الأم ديالك سمحت فيك؟ هي تزوجت وخلتني مع الأم ديالها وحبيبي. ولكن الأم ديالك واش خلاتك ولا سمحت فيك؟ لا، خلتني مع الوالدة ديالها. مع الجدة ديالك؟ مع جدتي خلتني، وبقيت كنسرح معاز مع حبيبي بالجوع، وما كنت نجبر ما ندير، ما كان لا دي قريني ولا دي عمل لي شي حاجة والو. يعني حبيبك واش كان كيتهلا فيك ولا ما كانش كيتهلا فيك؟ ما كنتش كتسرح معاه؟ لا والو، كان ما يتهلاش فيا، المرأة ديالو عيانة معايا، أما الغطاي ما جا فيها الصابون. حتى الحوايج ما كانتش كتصبنهم لك؟ لا والو، ما كانتش كتصبن لي ولا كنت نقيل المورال مع الشرغابة، ناكل طريف الخبز في الصباح ونجي حتى المغرب عاود بحال صايم، والخريف نبات برا ونبات نحوك، كان ياكلني البرغوث، كنت نعس في المحل مع الكتيبة. أما كنتيش كتنعس معاهم في الدار ديالهم؟ لا، عندو غير محل واحد نعسو هو ومراتو. وانت كتنعس مع كسيبة؟ وانا كنعس واحد السرير هكا عالي شوية من كسيبة، وكان ياكلني البرغوث ونبات نحوك. ايوا ابني كان عندي 18 عام، ضيف كان سراح وجوزت العذاب والمحنة كسوة والو. ما كانش كيخلصك، كنتي كتسرح معاه ما كيخلصك. ومنين طلعت لي في الراس، ما بقاش يخلصني لا بالفلوس ولا كنسرح لا إيجار لا خلاص. كتسرح فابور؟ أنسرح فابور، ما كان يعطيني حتى شي حاجة غير ديك القيمة ديال الخبز اللي كان أكل في الوقت. إيوا قلت في نفسي ما باقيش نسرح. سمحتي في السرحه وسمحتي في كسيبه وكل شيء؟ سمحتي لا في السرحه ولا في كسيبه، شيت ضربت واحد التشابوله ودخلت فيها، جاو الناس شافوني هكا كنت مريت ونشقى ونخور، عاونوني في ديك التشابوله. يعني بنيتي غير تشابوله بالقصاب؟ تشابوله بالقصاب والغابه وصافي. ايوا ودخلت فيها، وكنت ديك الصعود ما عندي لا غطا لا حصير، الوساده كنت ندير غير القشير، أنوسو غا بالقشير. شنو هاد القشير؟ هاد الدلومة كقشروها من ديك الدلومة كقشروها. القشير هو هذاك اللي كتقشرو من كرمة من شجرة ياك؟ أييه. هذاك هو القشير الاسم ديالو؟ إيوا بقيت هاديك الشعنات مدلول، إيوا بقيت هاديك الشعنات مدلول. ما جبرت ما ندير، مشيت جبت غليل فرشت التشابولة بغليل. الغليل تفرشتي فيه؟ غليل البرومي ديال القمح وديال الاخر كنجيبو. بحال التبان هذاك؟ بحال التبان، ونفرشو وننعس عليه. الغطا والو. والبرد؟ والبرد كنغز سناني بالبرد، وعشت في واحد المحنة والعذاب. ايوا من كان زيرني الجوع كنت نمشي لتحت نغزز الخروب. كنت الخروب شنو هذاك؟ الفلفلة؟ الخروب كيديرها بحال الاخر. المهم كنت نغزز الخروب
ومن كان زيرني الجوع بزاف، زيرني الجوع، عيني كيبكيو بالدموع، عيني كيبكيو بالدموع. عيني كيبكيو بالدموع من الجوع، ما عندي ما ناكل، ما عندي ما ناكل. ايوا وقيت كنمشي لصرا نرعى ونجي لتشابولا نتعلم ديك الغنى. كنتي كتغني يعني كتبغي؟ ايه من كنت نغني تعلمت نغني. يعني كتغني باش تنسي ديك الجوع؟ ايه باش كان انا نسي الجوع مني بحال اللي كيطيب الحجار. يعني كيف ما سمعت اخوتي يعني باش ينسي الجوع فضل يغني باش يلهي راسو باش ينسي ديك الجوع اللي فيه. ايه باش كنطفي ديك الجوع. والله لا وليدي الجوع فيا ما وكنت وليت هي بحال المسمار. يعني ضعفتي بزاف؟ ضعفتي بزاف، واخا صغير ضعفتي. القرايه والو والمحنه تاع المراه ضربتي الاخر. وساعه ساعه كينوض فيا شي حلوف كيخلعني ونطير هارب. نطلع على شي دلما ولا على شي شجره. ايوا ديك الساعه تعلمتي القصبه والغيطه. تعلمتي تغيط؟ اي تعلمت الغيط والقصبه وشريت الصنداله ما بقيتش نمشي بالحفه. ومن سهل الله عليا ايوا يا حباب وشريت واحد البطانيه والنوت كنت نفرشو والنوت كنقلبو عليا. يعني ربي مسهل عليا شريت بطانيه. شريت بطانيه الناس كانت تلقاها في الارض والناس كنردو عليا. والناس كتردو عليا آه. كيف ما سمعت اخوتي ولقى فيا. اه. ايوا من بعد قلت نقول للصياد. اه بغيتي تولي صياد يعني؟ نولي صياد بديت نصطاد بالليل والنهار. ونجي حتى الفجر ونجيب جوج الحجل. قلت انا نمشي نصطاد الحوت. مشيت للواد صرا تحت في الكلتا كنت قريب الموت. تحتي في الكلتا؟ تحتي في واحد الكلتا كنت قريب الموت. ايوا الايام ديالي مشات خساره. الناس نعسى وانا نلبس في الواد صرا بالخيط والصناره. وبالشخير الحلوف كنت ندخل في الحجار في الصفوف. قلت شنو غادي ندير يا راسي؟ نشري الخشب ونحبس الارنب. ونهار العيد الناس ضحات بالحولي وانا ما جبرت باش نجيب لا حولي ولا والو. كنت ناصب قريب جبت الديب وضحيت بالديب حتى انا كليت اللحم. كيفاش دابا انت كنتي ناصب؟ كنت ناصب قريب. وانت مشيتي تشوف ديك القمصيده جبرتي الديب مشبر؟ جبرت الديب في الخشبه وجبته وضحيت حتى انا مع الناس. يعني الناس معيده بالحولي وانت معيد بالديب؟ وانا معيد بالديب. دابا انت كليتي الديب؟ اي كليت الديب. ما عندي ما ندير. كاينه ما يتشنكل؟ اي داكشي اللي كتب الله صافي ذبحتيه وعيدتي به بحالك بحال الناس. بحالي بحال الناس. ماك رزقك ربي جابه لك بعد. اييه. فين وصلتي؟ من بعد داكشي اللي تعلمت شويه الصنعه في الفن وليت فنان ومشيت وتزوجت وديت المراه. ايوا كانت حالتي مع حاله واخا المراه صبره وها. يعني ما عندي والو الاخر غير الناس كدير فيا الخير. انت مزوج وما عندك والو؟ والو ما عندي والو. بدينا شويه شويه ترقعنا بديك الصنعه اللي تعلمت. كنت نحضر العراسات. ايوا تربيت شويه وليت مزيان شويه. وليتي كتغيط في العراسات؟ ايه كنت كنضرب الغيطه ونضرب الخصبه الشبابه. ايوا من بعد تزوجت خليت الوليدات عاشوا حتى هما مكرفسين بالعرا. واحد كان دير له تشويمر واحد كان دير له قنجة. هو مهم كيمشيو بالحفا لا صباط لا والو. الدراري كيمشيو بالحفا نقريهم ما جبرت باش ما عنديش باش نقريهم. تا هما عاشوا في المحنة والعذاب وكبرتهم وتزوجوا وحيد داروا العيالات ديالهم. كيخدموا مع الناس بالنهار بالإجرة. إيوا كيعيشوا وأنا عشتي في الفقر حتى لدابا.
الا دابا شوفوا غا حالتي كي دايره دابا. ولادك يعني ما تهلاوش فيك؟ ما لا ولادي ما تهلاو فيا ما والو، وما عندهم شي امكانيات باش غادي يتهلاو فيا. والله يعاونهم حتى هما. وبحراك فين راسهم، ماتت لي المرا هذه 8 سنين باش ماتت لي المرا، وانا عايش في الدل بوحدك. بوحدي يعني تقريبا نتايا من نهار اللي خلقتي ونتايا عايش مكرفص حتى لدابا؟ خلقتي وانا عايش مكرفص حتى لدابا، من الفقر من الاول الى الاخر. دابا كنمشيها عند الخضاره، السيد عاشوني معكم ايوا قلوب المؤمنين كيعطوني ديك الناس وبصح ماشي المهم رزقك صافي. امشي عند رزقك الخضاره كيجيك عند الخضاره كيعشوني معاها، نمشي عند الجزار كيعشوني معاه الا دابا. عشت في المحنه والعذاب وفي الفقر والجوع، ما خليني ندير والو. ان والدي ديالي انا ابن قلعيه، ما عندي هنا لا بلاد ولا حتى كيلو التراب، ما عنديش. كيلو التراب ما واش عندي. ايوا قلت الحمد لله وحمدت الله القهار، وكان الفد يدين الله القهار اللي خلق السماء والارض وخلق الجبال والوطا. ايوا كنستنى حقي في الموت. كنشكرك بزاف سي القلعي. ومهم خوتي كيف ما سمعتوا القصه ديال الشريف ديالنا القلعي، يعني تكرفص وتمحن، الابتسامه في وجهه ما حيدتش. المهم حمد الله على كل حال، وهذا الشيء ما كان اخوتي. وكنشكرك بزاف شكرا الشريف القلعي على تقاسم معنا القصه ديالو. يعني كيف ما كتعرفوا يعني الناس قدام تكرفصوا، ولكن المشكل ديال سي القلعي يعني تكرفص بزاف وعاش يتيم. وهذه القصه ديالو هنا كتبقى الفيديو ديالنا. وإلا غليت بالزين سعادي يكون قلب حنين عرفين، وناري يا ناري وناري على زين صعيب نشوفو غمر الوالدين. المهم اخوتي كيف ما شفتو السي القلعي فنان مغني ديالنا، لكن شعرية استعرضوا عليه في هاد النواحي ديال تاغزوت في الدواور هنايا. ان شاء الله عرضوه يغني شي شويه شي نشاط، راه مسكين فهمتي يعني كيعجبو النشاط. يلا خير القلعي. يا سيدي. هلا حتى تحية. التحية ليكونوا ولاد الأسرة ديالك. هلا.